أنا كي نقول لك وزارة النقل مشاركة في الفساد توافقني الرأي. كيف؟ وزارة النقل مشاركة في الفساد. بمعنى؟ بمعنى. أخي أنت كي تجي تخرج منشور متاع تطهير وتحط فيه راهو اللي عنده أكثر أقل من 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون راهو ما تسحبلوش الرخصة. أنا في الشركة أنت مش في الفساد. معناتها موظف أنا يخلص شوية تقول. لقينا إشكال كبير لهنا في سحبان الرخص الناس عندها شهريات باهية. قلنا اليوم لا سبيل إليه نعطيك كان فما تو أسامي مطروحة تو الوقت الحاضر. في الإسناد هذا نتاع ناس عندهم انتريز 350 دينار 400 دينار. ويحبوا ياخذوا رخص شنو نعملوا له؟ هو ما عندوش 3 أضعاف. وبالقانون يربحك يقول لك أعطيني. وعندي أقدميتي وناخذ. لكن احنا قلنا لا. هذاك الشاب مازال صغير باش يكون حياته ويزمو يا اخو هذاك ما يخوش مرحبا بيه يحب يخدم معنا في القطاع على راسي وعيني مش ياخذ رخصه لا